هذا الامر كان نوع من محاوله، يعني كان في كلام امبارح على فكره الوافدين وطلباتهم في ان هم يصوتوا، واللجنه اصدرت بيان وقالت انها لو منحتهم الفرصه ان هم يصوتوا في غير لجانهم سيهدد هذا دستوريه العمليه. هل جاء هذا اليوم الثالث للتغلب على هذه المشكله القانونيه؟ بالظبط كده بالفعل، ان انا لو انا خالفت الاجراءات اللي نص عليها القانون ممكن يشوف ده كل العمليه الانتخابيه بالبطلان، وبالتالي يبقى عرض للطعن امام اللجنه مما يترتب عليه بطلان الاجراءات، وبالتالي هنعيد بقى العمليه الانتخابيه. بالاضافه ان مفيش نص قانوني بيقول ان انا ارجع لمندوب المرشحين او المرشحين واقول لهم من فضلكم انا همد او مش همد، ثم مش ممكن اتكلم عشان ساعه اتاخرت او اتقدمت ان ده هيعطل ويعرقل المواطنين اللي بقى لهم يومين قاعدين في البيت مش عاوزين ينزلوا، ومع ان في ناس نزلت ودرجه الحراره 48 درجه في الاقصر هنا وفلسنا وكان اقبال مشرف جدا وصل ل 50. طب سياده المستشار، من الناحيه القانونيه الاعتراضات اللي تقدم بها ممثلي كل من المرشحين، ما هو مصيرها اذا تم الفصل فيها لصالحهم بعد انتهاء العمليه الانتخابيه؟ ما هو مصير الاصوات؟ يا فندم اتفضل. لا يجوز باي حال من الاحوال ان تتعطل المسير تقصر الانتخابات، لان اللجنه هتفصل خلال ساعات برفض الطلبات، وده نص قانوني عشان ما اجيش اعلن النتيجه وحد يطعن تاني على مساله النتيجه. المفروض اللجنه بتفصل في كل الاجراءات قبل اعلان النتيجه عشان طب يعني اذا تم الفصل بالفعل في ان طلبهم والله مقبول او ان ليه وجه قانوني ما وقبلت اعتراضهم، ما مصير الاصوات اللي يعني الطلبات اترفضت اساسا؟ اترفضت يعني ما في مده 24 ساعه، يعني المفروض انا خلال المده دي كنت فصل في الطعن نفسه عشان ما اعطلش الاجراءات، وفي الاخر نقول اصل احنا الاجراء باطل. طب من الناحيه القانونيه برضو يا فندم، غياب مندوبي احد المرشحين، علمنا ان مندوبي السيد حمدين صباحي مندوبي حملته غابوا عن وانسحبوا من كل اللجان ومن تواجدهم فيها، هل هذا يلقي باي ظل من ظلال الشك على قانونيه العمليه نفسها؟ لا يا فندم خالص، مسألة المندوبين دي حق للمرشح، ادهوله الدستور وكفل له القانون، والله حق بيستخدم حقه ويخلي فيه مندوب في كل لجنة، أهلا وسهلا. مش عاوز وسحب مندوبينه دوت حق ليهم، لا يؤثر على العملية بأي حال من الأحوال. أنا لما أدي سيادتك رخصة معينة بقولك من حقك تستخدميها أو ما تستخدمهاش.